أعزاء سعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم في هذه اللحظات في ثاني انطلاقات الكبار على أرضية ميدان المرموم لسباق الهجنة العربية الأصيلة، ومسافة 8 كيلومترات والوهلة الأخيرة قبل الختاميات. هذا السباق الأخير للحولي والزمول هنا على أرضية تحفة ميادين السباق، 8 كيلومترات مسافة الأشواط في هذا اليوم. الشوط الثاني الذي انطلق قبل لحظات خاص بالذلل، المهجنات، الأصايل لأبناء القبائل، حيث يستعد الجميع لختام 2013 الذي سيقيمه ويحييه هذا الموقع وهذا المكان، وسيجتمع من خلاله الأشقاء أبناء دول مجلس التعاون، وقد يزور الأخوان والأشقاء العرب هذه الرياضة وتحدياتها. نتجه مع ثاني أشواطنا والأشواط الذلال، المهجنات والكادر الفوقاني الذي يحمل أحد الأسماء التاريخية، أحد الأسماء اللامعة في عالم رياضة الآباء والأجداد، مزنة التي تحتل المركز الأول لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. مشاهدين الكرام، بانفراد كبير كما اعتدنا من هذه الذلول منذ أن كانت في سن اللقاية إلى أن امتدت سلسلة إنجازاتها حتى الموسم الماضي، وكانت دائما تخوض غمار المعارك على الرموز والسيوف. هذه مزنة وسيطرتها على مقدمة الشوط مع تمنياتنا لبورايد بالتوفيق، وهذا الشعار الكبير الذي له الكثير من العشق. نحن نبشرك يا بورايد بسيف الإمارات إن استمر توفيق مزنة وعرض مزنة وأداء مزنة على هذا اللي نتابعه، وهذا الشكل المميز والاندفاع التلقائي السريع. أم الرموز قادمة تهاجم تهاجم تهاجم، تهدد رموز المهرجان في هذا اليوم قبل أيامها وقبل أوانها وحوانها. ها هي مزنة منطلقة مشاهدين الكرام، قادمة برفوف كاساتها ورصيدها الذهبي، باحثة عن المزيد لتخزين الرصيد ولإضافة الرصيد في شعار تحت ظل شعار بورايد سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. الله 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 الله، ما يتها أي تعليمات أبدا، معتادة على هذه السرعة وهذا الرقص وهذا الاندفاع من دون تدخل المضمر. مع أني أنا أشكرك يا علي الحاج، أشكرك والله، وجماهير شعار بورايد يشكرونك يا علي الحاج، يا مقدم مزنة خير تقديم. يا سلام، من جعل مزنة تمثل هذا الاسم الكبير خير تمثيل؟ تهانينا تهانينا تهانينا، سلام يا سلام، سلام يا جميرة، سلام يا جميرة، سلام سلام يا بورايد، أسعد الله صباحك يا بورايد، تهانينا تهانينا، وسلام لعلي الحاج أيضا، تهانينا على فوز مزنة لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. مشاهدينا الأعزاء، بهذا الفارق الكبير وهذا العرض التلقائي الذي لا يحتاج لتعليمات، المركز الثاني مثيرة سلطان بن علي بن عبيد بن ضاع الاجتبي، الثالثة غزلان حمد بن حسين بن علي بن جرحة بن مري، الرابعة براقة السيد علي بن حمودة بن علي الظاهري، والخامسة بنشوف التوقيت. هذه مزنة تحقق التوقيت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات بدون اي تعليمات، 12 دقيقة 56 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، سلام لجميرة، سلام وتحية ايضا واحترام لهذا الشعار، وايضا لا ننسى ان نهدي ويصل التهاني وتصل التهاني للسيد علي الحاج مضمر مزنة المركز الثاني. 13 دقيقة 6 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. هذه مثيرة للسيد سلطان بن علي بن عبيد بن ضاعن الاجتبي. المركز الثالث غزلان، توقيتها 13 دقيقة 7 ثواني، جزء واحد من الثانية. التهاني لضيفنا من دولة قطر شقيقة حمد بن حسين بن جرحب المري.